الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة 1 ديسمبر 2017 اعتمدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي برئاسة المستشار أحمد موسى النتائج النهائية للانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود الخطيب بمنصب رئيس النادي الأهلي عن جدارة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات متفوقا على منافسه المهندس محمود طاهر. محمود الخطيب رئيسا والعمري فاروق نائب الرئيس، خالد الدرندلي امينا للصندوق، والاعضاء فوق السن خالد مرتجي وابراهيم الكفراوي وطارق انديل ورانيا علواني ومحمد الضماطي وجوهر نبيل، الاعضاء تحت السن محمد الجرحي ومحمد سراج الدين ومهند مجدي. الاول لمجلس اداره النادي الاهلي تم اتخاذ العديد من القرارات التي يراها البعض بانها كارثيه ولم يعتاد جماهير الاهلي على مشاهدتها داخل جدران نادي القرن. كانت المشكلة رقم واحد هي مشكلة عبد الله السعيد. في ضربة قوية للنادي الأهلي وقع عبد الله السعيد للغريم التقليدي نادي الزمالك في صفقة وصفها رئيس القلعة البيضاء بأنها صفقة القرن بعد رفض مجلس إدارة الأهلي شروط عبد الله السعيد في المفاوضات اللي تمت بين الطرفين لتجديد تعاقده لوقع اللاعب لنادي الزمالك مقابل 40 مليون جنيه. لكن تدخل المستشار تركي الشيخ أعاد اللاعب مرة أخرى للأهلي وتم تجديد التعاقد معه وشروطه المالية بدعم من الشيخ قبل أن يعرضه النادي للبيع بعد ذلك. مشكلة وقع فيها الكابتن محمود الخطيب هي الوعود الانتخابية. أحد أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي للكابتن محمود الخطيب كان إنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي. بالفعل عمل مؤتمر صحفي وتكلم فيه عن التفاصيل الخاصة باستاد النادي الأهلي عالمي بدعم من الرئيس الشرفي حينها المستشار تركي الشيخ، ولم يتخذ مجلس الإدارة أي تحرك على أرض الواقع حتى الآن. بتابع مع حضراتكم التسلسل الزمني لخطايا مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، وما زلنا مع مجلس الإدارة السابق بعد دعمه القوي لمحمود الخطيب في انتخابات مجلس الإدارة أمام محمود طاهر. تم تنصيب الرئيس الاتحاد العربي حينها المستشار تركي الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي وتدخل في حل مشكلة تجديد عقد عبد الله السعيد وأحمد فتحي وتعاقد مع صلاح محسن من نادي إنبي في صفقة هي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية، ووعد بضم لاعب عالمي ومدير فني كبير بعد رحيل حسام البدري، وقام بإعارة عدد من لاعبي الأهلي للدوري السعودي. لكن الصدام بدأ مع مجلس الإدارة بعد تصريحاته الصحفية بأن عنده تحفظات على بعض الأعضاء في مجلس الإدارة. نشر بيان شديد اللهجة عبر صفحته الشخصية هاجم فيها مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب وتحدث عن أمور خاصة بالهدايا والتبرعات التي قام بها ليقوم تركي الشيخ بشراء نادي الأسيوطي وتحويله إلى بيراميدز، وضم العديد من نجوم الكرة المصرية لمنافسة الأهلي على بطولة الدوري ومساعدة الغريم التقليدي نادي الزمالك. وفي سنة 2018 ودع النادي الأهلي بطولة كاس مصر من الدور ربع النهائي بعد هزيمة مفاجئة من نادي الأسيوطي تحت قيادة علي ماهر بهدف نظيف. يفشل الأهلي في الفوز بالثنائية المحلية بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز رقم 40 في تاريخ المارد الأحمر. خامس خطأ، عدم استقرار فني. على مدار عام 2018 تولى 5 مديرين فنيين مسؤولية تدريب النادي الأهلي، وهم حسام البدري وأحمد أيوب وكارترون ومحمد يوسف ومارتن لاسارت. جدد مجلس الإدارة ثقته في حسام البدري عقب النجاح في الانتخابات، لكن سوء النتائج في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كاس مصر أطاحت بالبدري، وتولى أيوب المسؤولية بشكل مؤقت، ثم تولى الفرنسي باتريس كارترون مهمة تدريب الفريق وصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه خسر اللقب أمام الترجي وودع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي لتتم إقالته. تولى المدرب المساعد محمد يوسف القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى تم الإعلان عن التعاقد مع الأرجواني مارتن لاسر. الخطأ رقم 6 اللي ارتكبه مجلس إدارة النادي الأهلي هو تعامله مع قضية لاعب النادي الأهلي وليد أزار. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم النادي
النادي الأهلي عقب لقاء الذهاب اللي كان في القاهرة أمام الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المباراة 3-1، وكان النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة، ولكن الاتحاد الافريقي قرر ايقاف ازارو بداء السلوك الرياضي غير النظيف بعد تحايله على حكم المباراه للحصول على ركله جزاء وتمزيق قميص. كان في سرعه في اتخاذ قرار ايقاف ازارو لمده مباراتين قبل ايام قليله من مباراه العوده على ملعب رادس بسبب الضغط القوي من الجانب التونسي ووقوف مجلس اداره الاهلي مكتوف الايدي للدفاع عن لاعبه، بل وتم الهجوم على اللاعب عبر قناه النادي الرسميه من مستشار التعاقدات في القلعه الحمراء. خطا السابع هو خوض لقاء الترجي وعدم استغلال اصابه هشام محمد قبل لقاء الاياب في نهائي دوري ابطال افريقيا. اعتدت جماهير الترجي على حافله النادي الاهلي لانطلاق المباراه، وتعرض هشام محمد للاصابه، وما اتخذش مجلس الاداره اي موقف للدفاع عن لاعب الفريق. رئيس نادي بوكا جونيور المثل بعدما حدث نفس الموقف من جانب جماهير ريفر بليت في نهائي كاس الليبرتادوريس، واجبر الجميع على اقامه المباراه خارج الارجنتين على ملعب سانتياغو. ترتب على النقطتين السابقتين فوز نادي الترجي التونسي ببطوله دوري ابطال افريقيا بعدما حول هزيمته في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بثلاث أهداف مقابل هدف إلى فوز في لقاء العودة على ملعب رادس بثلاثية نظيف. تاسع الأخطاء هو الخروج من البطولة العربية، حيث ودع الأهلي بطولة كاس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16 في البطولة العربية أمام فريق الوصل الإماراتي بعد التعادل في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب 2-2 والتعادل في لقاء الإياب 1-1. العاشر لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي يرأسه الكابتن محمود الخطيب المجلس السابق، ونحن الآن في السنة الأولى لتوليه وهي سنة 2018، أرسل النادي الأهلي قائمة الإفريقية، قرر قيد 23 لاعب وما خدش في اعتباره مصير بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وأيد لاعبين على وشك الرحيل زي كوليبالي وميلو جابر وأحمد حمودي وإسلام محارب والمصاب محمد نجيب، على حساب بعض اللاعبين أمثال أحمد الشيخ وأحمد علاء ومؤمن زكريا اللي تم تجديد تعاقده. أشقي للكابتن محمود الخطيب اللاعب الأسطورة والإداري العظيم ورئيس النادي الذي نعتز كثيرا بأنه رئيس نادي القرن، النادي الأهلي أكبر أندية إفريقيا ومن أكبر أندية الشرق الأوسط والعالم، ولكنني بكل أمان عرضت لحضراتكم 10 أخطاء وقع فيها مجلس الإدارة السابق الذي كان يرأسه الكابتن محمود الخطيب في السنة الأولى فقط، وانتظروا مني فيديو آخر لنواصل وضع النقاط على الحروف مع كل التمنيات للكرة المصرية بالتقدم والازدهار. كان معكم محمد زكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.